تاني حاجة ناخدها النهاردة في الموضوع بتاع أمراض الرئة، وأتصور بعد ما أشرح الحتة دي قطعة كل واحد لازم عارف كده، إنه الدكتور اللي ما يعرفش عن التهاب رئوي ما يبقاش طبيب أيا كان تخصصه. يعني أي دكتور في الدنيا، لأنه الجراح بيقابل التهاب رئوي، وبتاع البطة بيقابل التهاب رئوي، وبتاع الكلى، لأن التهاب الرئوي ده بيحصل في أي مرض في الدنيا. فلما نيجي على النيمونيا أو الالتهاب الرئوي، عاوزين الأول نقول تعريف النيمونيا إيه، وبعدين نتكلم عن التايبس والباثولوجي بتاعتها. يس. يا راجل لو عاش في البلاي لما مفيش هوا داخل، يعني هي شديد برونكس ودول ريسبيراتوري برونكيوز، ودول اعتبر ان هم البيولاي وانا سادد دي خلاص، وادي البلاد اهو كابيلرز معايا، ودي بقيتها كده اهي. المفروض ان النورمالي هوا بيدخل هنا وهوا يتسحب من هنا، يقول ده وين الاحمر ده مصر، الاحمر ده الاسد معايا، سددت ده مفيش هوا بيدخل، واوريدي الهوا اللي موجود بتحب. يو اندرستاند؟ دلوقتي لما يبقى عندك فرصه حاجه كلاس، يبقى الاخضر ولا الاحمر، الخرطوم ولا البالون، لما اسحب الهوا منه مين اللي كلاس؟ البالون. يبقى الالفيولاي دي ايه؟ هتبقى صغنطته كده خلاص. طيب الهوا اللي تعبنا زود النيجاتيف بريشر ولا ما زودوش؟ بالانرجي زود بقى النيجاتيف بريشر، مش زود البريشر، زود النيجاتيف بريشر. يبقى لما يبقى عندك نيجاتيف بريشر هنا شديد وده مفتوح، يجرى له ايه؟ هو هنا الانفراستراكشر اللي هو اللي بره سيولوجي ضايع مفروض يعني تصير ضريبه ما تسمعش على ضريبه فاكشن. لو بتسحب اي حاجه من حاجه مسدوده لازم ريت فاكيوم اللي جوه الجست وجوه المان، كل اللي جوه التراسيك كيج از ذا انترا تراسيك في ذاك الرئه. النيمونيا او الالتهاب الرئوي اللي هو تاني موضوعاتنا النهارده، زي ما بقول ده موضوع مهم جدا. والنيمونيا او الالتهاب الرئوي على الهامش كده، تعالوا نفتكر مع بعض الحته كده عن الاناتومي بتاع اللانج. انتوا عارفين ان النورمال لانج فيلز سبونجي. ايه اللي بيخليها تفيل سبونجي زي السفنجه؟ ان الالفيولاي او الاير سبيس كونتيننج اير. النيمونيا هو التهاب الالفيولاي اللي هي الجزء اللي ديستال للترمال برونكيول، هي الحاجات الالاستيك السمول، بتتملي انفلاماتوري سيلز، فتحس على طول ان الاريال انفليمد از كونسوليديت. يعني ايه كونسوليديت؟ تفقد السبونجي كاركتر، ما تبقاش زي السفنجه تبقى عامله زي الكبد. هو ده النيمونيا. It is inflammation associated with consolidation. بيبقى احيانا على مستوى لوب او اكثر، يسموها لوبر نيمونيا، نوع البكتيريا اللي بيحب اللوب. واحيانا تبقى على هيئه، لو اعتبرنا ان دي كده البرونكيال تري، احيانا تبقى على هيئه باتشز من البرونكاي والالفيولاي اللي بيسموها برونكونيمونيا، اللي النهارده شفناها ادت الى مرض اسمه ايه؟ برونكيكس. برضه الباتشز اللي افكت دي لما تتسكت تلاقي اللنج كلها سبونجي، بس الباتشز دي كونسوليديت. فتعريف كلمه نيمونيا هو التهاب في الرئه اسوشيتد ويف كونسوليديشن. دايما حته ملتهبه في الالفيولاي تتملي انفلاماتوري سيلز، مفيش هواء، تفقد السبونجي كاركتر، تبقى كونسوليديت. النيمونيا انواع كتيره جدا، اشهرهم نوعين مهمين جدا، اللوبر نيمونيا مهمه قوي، والنوع اللي بعد شويه اللي هناخده اسمه سيبتيك برونكو نيمونيا ايضا مهم جدا. نبدا اولا باللوبر نيمونيا، وزي ما بقول بقى اللوبر نيمونيا اللي هشرحها حالا دلوقتي دي، يمكن مفيش مرض كلاسيكي جدا 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 في شكله للطبيب قد ده. يعني لو هقول لكم كده على حكايه بسيطه جدا، يعني في دكاترة على اللوبر نيمونيا دي تكسب فيها شهرة لطيفة جدا في وسط العائلات. يجي لك مثلا انت دكتور بعتولك في البيت او يقول لك
الراجل ده امبارح سخن وحصل عنده كحه وزرقه، حطيت انت السماعه، المهم انك انت بطريقه ما هتاخدها في الكلينك عشان خاصه انه لوبر ريموت. تقول لهم الحكايات بدات امتى؟ اقول لك امبارح، يطلع مثلا امبارح السبت، تقول لهم يوم الاثنين مش ده اللي جاي هيفتح. وفعلا الناس تفاجئ بانه يوم الاثنين مش ده اللي جاي، صاد اللي خد. ها؟ فالمرض از فيري كلاسيك، بمعنى بما ان الحاجات بتاع الكلاسيكيات دي تخض جدا، يعني الغلطه هنا مش مسموحه. لان الكورس بتاعه از فيري كلاسيكال، فلو غلطت في يوم يبقى انت معناها هتلخبط العام بتاعك. ولذلك تعال نشوف المرض ده كايتيولوجي وكباثولوجي. What is this disease called lobar pneumonia؟ كايتيولوجي، البكتيريا المسببة اسمها النيوموكوكاي. كروت اوف انفكشن، بتتنقل بدروب. والله عندي مثلا محمود عنده نيمونيا كح في وشي، انا خدت النيوموكوكاي بتاعته جالي دروب انفكشن. الحته اللي جايه دي لو ما قلتهاش في الامتحان يبقى ناقصه كتير قوي، اللي هي البريديسبوزنج فاكتور. هل محمود لما يكح النيوموكوكاي بتاعت النيمونيا بتاعته في وشي انا لازم يجي لي نيمونيا اللي جابها؟ I must be predisposed by low immunity. طيب الحته الثانيه بقى دي مهمه جدا، واياك وان تنساها. الايه لو النيوموكوكاي بتاع محمود، لو هو كح النيوموكوكاي بتوعه قدام عيل عنده 5 سنين او راجل عجوز عنده 70 سنة، ما يجيلوش له برنيمونيا، يجيله برونكو نيمونيا. ولو نفس النيوموكوكاي بتاعه كحها قدام ادلت او ميدل ايجد، واحد في سن 20 ل 45 سنة، يجيله له برنيمونيا. فايه اللي مهم جدا؟ تصور بقى بكتيريا هي لو راحت في عيل تعمل برونكو نيمونيا، ولو راحت في ادلت تعمل لو برنيمونيا. فاذا ما قلتش الايج هيبقى عمليه وحشه جدا في بكتيريات كده، والتفسير بتاع الحكايه دي مش معروف. اذا الايج از فيري امبورتنت، يو كانوت فايند لوبر نيمونيا ان تشيلدرن اور ان ايلدر بس ان ادلت اند ميدل ايج. خلاص تعالى بقى نحط نقول الحته الكلاسيكال جدا بتاعه الباثولوجي اوف لوبر نيمونيا. يبقى اذا البكتيريا النيوموكوكاي والانفكشن دروبلت والبريديسبوزنج لو اميونيتي بلس الايج، نيفر فورجيت ذا امبورتنس اوف ايج. تعالى بقى نقول الكلاسيكيات بتاعه اللوبر نيمونيا اللي ما يتغلطش في الدنيا كباثولوجي. احنا قلنا الايتيولوجي، عايز اقول الباثولوجي، ويفضل عندي حته عن الكلينيكال كورس اند كومبليكيشنز. هايفا لو بنتكلم عن الباثولوجي بتاع اللوبر نيمونيا، اللوبر نيمونيا معروف انها كلاسيكالي 4 ستيجز، مفيش ستيج تتغلط مع الثانيه، لا في الاسم ولا في التاريخ ولا في اي حاجه. اول مرحله في اللوبر نيمونيا كباثولوجي يسموها ذا ستيج اوف كونجيشن، ودي اول يوم من المرض، فيرست داي اوف ايلنس. تاني مرحله يسموها ذا ستيج اوف ريد هيباتايزيشن، ودي من السكند للفورث داي بالظبط جدا. تالت مرحله اسمها ذا ستيج اوف جراي هيباتايزيشن، ودي من الفيفث تو ايث داي. والمرحله الاخيره اسمها مرحله الريزوليوشن، ودي تبدا من الناينث داي لغايه 3 اسابيع ما ينتهي، لغايه 21. وهذه الارقام غير قابله للتعديل. اول يوم كونجست، ولذلك الدكتور بيجي يحسب، هو عيل امبارح بيحسب له 8 ايام لانه عارف ان في اليوم التاسع هيخف ريزوليوشن. وفعلا التواريخ دي مهمه جدا. ايه بقى اللي بيجرى؟ انا عايز اتكلم عن ايه؟ انا عايز اتكلم عن كل ستيج من دول، شكل العيان دراستي ايه؟ وشكله مايكروسكوبيكالي ايه؟ انا هبدا اولا بالمايكروسكوب، وكل مايكروسكوب اقول الكروس بتاعه. نرسم كده حته من اللانج، اجي الالفيولاي اهم، رسمه مبسطه جدا. النهارده ده اول يوم من المرض، النهارده استنشق البكتيريا، فادي الالفيولار ليومنز وصلت فيها البكتيريا وهتطلع بره تعمل اكيوت انفلاميشن. اول ظاهره في الاكيوت انفلاميشن هي الباس دايلاتيشن، واول ظاهره بعد الباس دايلاتيشن اللي هي الفاسكولار ليكج، اللي هو فلويد اكسبليت يطلع، اللي انا بقى الحته بسيبها دي اللي فيها فلويد اكسبليت، هي الانتر الفيولار سبيس او يسموها الالفيولار وولز او الانترستيشن، وجزء من الفلويد ده بيخش على اليوم. تعالى كده نترجم الرسمه دي الى كلام. يبقى انا بقى اسال وانت تجاوب. اولا بتبص معايا في الرسمه دي، ده البدايه لسه اول يوم، هل الفلويد ده مال الالفيولار اخيرا؟ الاجابه لا، لسه في شويه هواء. طيب بص بقى معايا، لو سالتك انت تجاوب، وات دو يو سي بالنسبه للانتر الفيولار كبيره الزيار؟ طيب عشان كده بنقول ده ستيج اوف كونجستيشن. طيب ما انقطاع على الالفيولار وولز، نورمال ولا سيكند؟ سيكند بايه؟ ميه فلويد اكسيد. طب ما انقطاع على الالفيولار ليومن؟ يا دوبك شويه بكتيريا وشويه فلويد. انت ادي بدايه المرض في اول يوم.
طب تعالى كده بص على اللونج كاركتيرستيك. لو اي واحد منكم قلت له وات كاركترايز ذا نورمال لونج لوب، نمبر 1 دي ار سبونجي زي السفنجه، ادي واحده، دي ار جريش رمادي ادي الثانيه، اند دي ار دراي ادي الثالثه. يعني الرئه اصلا تشعر انها سفنجه ناشفه لونها رمادي. تعالى بص بقى لما حصل كونجست. اولا بما ان الهواء اللي ستيل بريزنت فاللنج لم تفقد اتس سبونجي كاركتر، لا زالت سفنجه. بس بص بقى معايا، لو مسكت السفنجه دي تحس انها ناشفه ولا مبلوله؟ مبلوله ويت سبونج، لان بقى فيها ميه. وهتبقى رمادي ولا حمراء؟ في كونجستشن بقت مين؟ حمراء. يبقى ده افكتد لوبس انلارجد وريدين كلر. وبعدين ويت سبونج تحس انه زي السفنجه المبلوله، ولو حصل عندك فات وقطعت سبشن تلاقي فيه هواء ميه برغاوي، لان هنا الميه هي والرغاوي اللي هي الاير. هذا هو الالتهاب في بدايته. فالفلورا از لسه نورمال والليفنوز هنا لسه نورمال. ده منظر العيان في اليوم الاولاني بالظبط. تعالى نشوف بقى في اليوم الثاني للرابع. ناخد رسمه المايكروسكوب وبعدين نطلعها للكروس. عبال ما وصلنا لليوم الثاني اللي هو ده، كان الالتهاب من الثاني للرابع في ذروته، فالكابيلاريز ار ستيل دايليتد، وكان الفلويد ده خرج بكميات رهيبه، غرق الالفلر وولز والالفلاي، والفلويد ده تحت بيبقى فيه فايبرينوجين تحول الى فايبرين. تعبان ما وصلنا اليوم الثاني اللي هو بقى عندي الالفلاي والالفلر وولز مليانين عن اخرهم بفايبرين، يعني الميه راحت وتحولت الى فايبرين كده. طبعا مين اللي كان عامل هذا المرض؟ شويه البكتيريا اللي كانت موجوده في اليوم، انهم لا زالوا موجودين لسه ما يلحقوش يموتوا. وبعدين انتوا عارفين ان الالتهاب زي ما خدت زمان في جنرال فلويد اكسبريس هم مين؟ سيلولار فيس اللي هي الانفلاماتوري سيلز. طبعا ده كل ده لغايه دلوقتي مين؟ ده الفلويد اللي تحول لفايبر. يبتدي يظهر لك مين بقى؟ النيوتروفيلز مع شويه ار بي سيز وشويه ماكروفيلز كده. ادي المنظر بتاعنا بالمرحله بتاعت الريد هيباتايزيشن. وقبل ما اقارن ده نطلع هنا نرسم في التغيرات. يبقى لما اجي ابص على اللانج هنا، طبعا اللوبز العاديه سبونجي وجراي. هنا الافكتد لوب بص كده دلوقتي، does it feel سبونجي or no more سبونجي؟ طبعا no more لان ما عادش عندك هوا. So it gets consolidated، يبقى عامل زي الليفر، ومن هنا جت تسميته هيباتايزيشن. طيب لونه ايه؟ لا زالت الكابيلاريز دايليتد، يبقى لونه احمر، ومن هنا سميناه ايه؟ ريد هيباتايزيشن. طيب هنا كان ايه؟ بيبقى مبلول، وهنا الميه اصبحت فايبر، سو ات از دراي. عبال ما وصلنا لليوم الرابع بتكون البكتيريا وصلت للفلورا سو ذير از بلوريزي، وتكون وصلت للليفنوز سو ذير از انلارجمنت في الليف. تعالى بقى قارن هنا بهنا، يبقى الكابيلاريز ار دايليتد، الكابيلاريز ار ستيل دايليت، الالفلر وولز ار ثيكند بميه، الالفلر وولز ار ثيكند بفايبر، الالفلر اللي فيها بكتيريا لا زالت البكتيريا موجوده، هواء ما فيش هواء، شوية مية، كثير من الفايبرين، وظهر مين؟ انفلاماتوري سيلز ار بي سيز ونيتروفيلز الى اخره. تعال نوصل بقى الى اليوم الخامس للثامن. طبعا انتوا عارفين ان الاكيوت انفلاميشن رابيد اونست اند شورت ديوريشن. اليوم الخامس ذروه الكابيلاري دايليتيشن بتبقى ايه؟ انحصرت جدا. ففي اليوم الخامس بصوا كده معايا ايه اللي هيحصل، وركزوا معايا جدا. في اليوم الخامس للثامن هيبقى عندنا المنظر الاتي. اولا الكابيلاري دايليتيشن بيقل جدا. طيب عبال ما نكون وصلنا لليوم الخامس للثامن تكون الانفلاماتوري سيلز كانت البكتيريا، فالبكتيريا بدل ما هي الايف تبقى ايه؟ ديد بكتيريا. عبال ما نكون وصلنا لليوم الخامس للثامن الار بي سيز اللي موجوده دي كجزء من الانفلاماتوري سيلز يحصل لها هيموليسيس لانها شورت ليف. عبال ما نكون وصلنا لليوم الخامس تكون البروتيوليتيك انزيمز، ركزوا معايا، بتاعه النيتروفيز عملت ايه في الفايبرين؟ بدات تهضمه، فيبقى الفايبرين ده يقل جدا. لكن الحاجه اللي ذروتها بتزيد، انتوا عارفين انه اول ايام في الالتهاب للميه واخر ايام في الالتهاب لمين؟ للسيلز. يكون السيلز هنا زادت جدا جدا جدا، نيتروفيلز وماكروفيجز هنا تلاقيها كتيره جدا جدا على اليوم الخامس.
يبقى التعديلات اللي عندك ان الالفيولاي هتكبر جدا لانها اتملت انفلاماتوري سيلز بشكل خرافي فتبريس ايتش اذر فالالفيولار وولز الفايبر اللي كان فيه داب والالفيولاي كبرت فتبريس فالالفيولار وولز ار ثين. بص بقى طارق الالفيولار كابيلرز ار دايليتد الالفيولار كابيلرز ار نوت او ار ليس دايليتد الالفيولار وولز ثيكن الالفيولار وولز ثين لان الفايبرين داب ولان الالفيولاي كبرت وضغطت على الالفيولار سبيس. هنا كان عندك شويه بكتيريا وميه هنا عندك بكتيريا وفايبرين وشويه ار بي سي وانفلاماتوري سيلز هنا البكتيريا ماتت الار بي سي هيمولايز الفايبرين داب المين فيتشر الانفلاماتوري سيلز ايه زادت جدا جدا جدا. تعال بص بقى على الرسمه فوق يبقى الرسمه هنا كان مسؤول عن اللون الاحمر اخباره ايه اختفى الكبيرة دايلاتيشن فاللانج ترجع للون ولكن هل اللوب ده فيه هواء ولا ستيل كونسوليديتد لا زالت الانفلاماتوري سيلز ماليه الالفيولاي فهو ستيل كونسوليديتد عشان كده بيسموه ايه جراي هيباتايزيشن رماد كالكال ولا زالت البلورا ملتهبه ولا زالت الليف نودز اللارج الكلام ده لغايه اليوم الثامن. وتعالوا بقى نبص على بعد اليوم الثامن ايه اللي جرى عبال ما وصلنا لليوم الثامن كانت البكتيريا ماتت كان الفايبرين داب كانت الرئه دلوقتي ريدي انها تتخلص من الويست برودكت بتاعتها وده فعلا اللي بيحصل على اليوم الثامن تبتدي الليمفاتكس تسحب الليكويفايد اللي دايب الاكسبيت اللي هنا فعلا الكوتريتيك انزايمز تسحبها وترميها على البطن. عشان كده الدكتور يكون حاسب الحكايه دي كويس قوي. في اليوم التاسع معظم اللي هنا بيتاخد يوم التاسع فجاه I got rid of everything or most of everything inside the alveoli فالرئه بتتحسن جدا ما كانش عارف يتنفس بدا يتنفس فالمايكروسكوبيك بيكتشر بتتحسن بالتدريج والجروس بيكتشر بترجع نورمال بالتدريج يبتدي الالفيولاي يخش فيها الهواء فتبتدي تبقى زي النورمال لانج سبونج تاني والفلوس تصغر الالتهاب راح. الحاجه الوحيده اللي ممكن بس تبقى ابنورمال هي ان الفلوريد ممكن تهيل بشويه اديشن لكن العيان يرجع توتالي اولموست نورمال ومن هنا سموها ذا ستيج اوف ريزوليوشن او مرحله الشفاء. الكلينيكال ده الباثولوجي الكلينيكال كورس اوف ذا ديزيز ويمكن ده انا قلت من شويه انه فيري كلاسيكال العيان بيفضل 8 ايام يصفر صفر من ايه تصور بقى التشست بتاعه عنده التهاب فظيع مش قليل فعنده فيفر سخن درجه حرارته توصل ل 40 ودي سنيه مش عارف ياخد نفسه لو كان عنده اكستنس انفكشن لاكثر من لون وبيكح كافينج وممكن يزرق احيانا ويقعد كده 8 ايام وبعدين اليوم التاسع في الطب اللي هو نهايه الانفلاميشن وبدايه مين الريزوليوشن جماعه الدكاتره يسموه ذا داي اوف كرايسيس بيقول لك ذا ديزيز اندز ان كرايسيس كلمه كرايسيس باللغه الانجليزيه العاديه يعني كرايسيس باللغه الطبيه يعني فجاه يعني اليوم التاسع هو يوم المفاجاه in 90% of cases في اليوم التاسع العيان ده هيقوم زي الحصان لان شلت كل بلاوي الرئه رميتها فين على الدم فالرئه هتتحسن جدا خلاص والعيان هيتحمل شويه التوكسينز اللي دخلت على الدم ويقوم فايق زي الحصان في اليوم التاسع زي ما ده الدكتور بيحسبها عشان كده لكن in 5-10% of cases ممكن ده ما يحصلش. خد بالك انا عملت ايه انا شلت الوساخه دي كلها من الرئه رميتها فين في الدم استحملها انزل الحصان ما استحملهاش مات في نفس اليوم نتيجة حاجة اسمها توكسيك مايو كاردايتس خلاص عشان كده بيسموه ايه يوم الكرايسيس او يوم السادن ايفنت. دي مهمة جدا جدا طبعا كل ما نعالج العيان ايرليير كل ما يكون الشانس فور انه يكون احسن او يريزولف احسن من كده. ايه بقى السؤال بتاع النيمونيا ماخ هو خد بالك في الامتحان ممكن يسألك مقارنة تو ستيجز ببعض وممكن يسألك في ستيج واحدة يقول لك ستيج اوف جريه هيباتايزيشن باثولوجي بتاعها وبعدين يختم السؤال يقول لك طب قول لي بقى الكومبليكيشنز كمان بالمره بتاعه اللوبر نيمونيا. الكومبليكيشنز بتاعه اللوبر نيمونيا زي ما بقول دي كومبليكيشنز مهمه قوي يعني السؤال بتاعك في الباثولوجي دايما حته الكومبليكيشنز تحتل مساحه مهمه من الاجابه. يس ما هو ده انت بتنزل على انت بتعالج ازاي
والكالتشر والسنسيتيفيتي بتاعتك البكتيريا كانت حساسه، لان في النهارده انت عارف ان الميكروبيولوجي حاسسها ميوتن فاريانس والبكتيريا وحاجات كده، والعيان ده اصلا بايوليتك ولا لا، الايميون بتاعته بتساعد ولا ما بتساعدش، حاجات كده. طيب نيجي نقول بقى ما هي المشاكل او الكومبليكيشنز بتاعت اللوبر نيمونيا. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. انا عايز اطلس انت يا عمر النهاردة قاعد على السوشة، انا كل شوية ابص كده الاقي عمر بيطلع لي نص. الكومبليكيشنز بتاعت اللوبر نيمونيا زي ما بقول، انت لما تسمع ان في انفكشن على الاقل في بعض الكومبليكيشنز لازم تبقى انت اوير بيها، زي مثلا دايركت سبريد اوف انفكشن من الرئه للسراوندنج للبلورال للبريكارديوم للميديستاينم، بلاد سبريد اوف انفكشن سيبتسيميا بايميا مش عارف توكسيميا، دول مشاكل، والتوكسيميا دي ممكن تلطش الهارت بايوكارديتس، دي مشاكل لازم تتكلم. ينضاف عليها مين؟ انه البكتيريا بتاعت النيمونيا دي ممكن تشد حيلها وتعمل ابسس يسموه بوست نيمونيك لانج ابسس، يعني ابسس فولوينج نيمونيا. ولو الشفاء تتاخر شويه الريزوليوشن، الجسم يعتبر المرض كرونيك ويعمل هيلينج باي فايبرويد. هم دول المشاكل الخمسه بتوع اللوبر نيمونيا: مشاكل الانتشار والتوكسيميا، مشاكل التليف يسموها كارنيفيكيشن تيبس في الرئه، ومشاكل اللي ممكن البكتيريا في الناس اللي عندهم فيري لو اميونيتي تعمل أبسس. تاني انواع النيمونيا، وتقريبا هو ده اللي فاضل في النيمونيا، هيبقى فاضل ده وحته صغيره قوي تاخدوا الريست. هو مش ذنبي ان انتوا فاضلين الساعه 3:30، وانا دايما اللي بقوله في اي مجموعه is the same، واللي بقوله في اي حصه is the same بنفس السيستم. خلاص انت المفروض بدأنا الحصة النهاردة الساعة 4:00 ده هو في اكتر من سوستة على الكرسي ده. اهدوا كده اهدوا، يا اما امشي اللي في دماغكم يا اما امشي اللي في دماغي، تكنيكي امشي اللي في دماغي خليتني الواحد يخرص. And more important عن النيمونيا الايديولوجي بتاعها، البكتيريا متعددة، ستافيلوكوكاي ستريبتوكوكاي نيوموكوكاي وغيرها، حاجة اسمها هيموفلس انتوز وحاجات كتير قوي. والبريديسبوزينج فاكتور هنا مهمة جدا 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 جدا، يمكن دي اللي بتدي روح للسؤال. ثلاث ارباع الناس اللي يجيلهم سيبتيك برونكو نيمونيا بيكون بدا عندهم المرض ككرونيك برونكايتس، التهاب في الشعب الهوائيه مع الجيوش. نمره 2 الايج بتاع المريض مهم جدا جدا جدا، لان السيبتيك برونكو نيمونيا افكتس ذا اكستريمز اوف ايج، العيال الصغار قوي والعواجيز قوي. الحاجه الثالثه اللو ريزيستنس نتيجة ديابيتس او كاتشيكسيا سرطان، دي حاجات مهمة جدا كفري ديسبوزنج فاكتور. للمرة اللي اليوم بقول الايج مهم قوي، لو النيوموكوكاي جت في ادلت بتعمل لوبر نيمونيا، لو هي جت في الاكستريم دوت ايج بتعمل سيبتيك برونكو نيمونيا. يفضل الروت اوف انفكشن ان ذا ماجوريتي اوف كيسز ات كان بي اندوجينس، يعني عيان عنده بكتيريا بس الاميونتي لور، فالستافيلوكوكاي بتاعته هي اللي عملت النيمونيا، او سام تايمز ات از اكسوجينس دروبليت انفكشن. اللي فاضل في السيبتيك برونكو نيمونيا بعد الايتيولوجي كلام فارغ، لانه هي الباثولوجي بتاعها جروفلي. لو جينا قلنا ادي البرونكيال تري، احنا بنقول على المرض ده انه باتشي، بياخد مواد زي اللوبر نيمونيا بياخد لوب، لا ده بياخد باتشز من الالفيولاي والبرونكاي جنب بعض. فالعيان ده بيبقى عنده باتشز، حته برونكاس ملتهبه وجنبيها باتش من الالفيولاي بالمنظر ده كده في التو لانز. احيانا يبقى المرض سيفير قوي والباتشز كتيره قوي تلزق في بعضيها، يقولوا عليها كونفلوينت يعني لازق برونكو نيمونيا. زي اي التهاب يوصل للبلورا هيبقى فيه بلوريزي، يوصل للليف نودز يبقى فيه ليف نود انلارجمنت، واي باتش من دول لان ده التهاب صديدي
لو ضغطت عليه كده it exudes pus هيخر صديد لان ده septic inflammation. ده الجروس بيكتر بتاع الديزيز كمايكروسكوب. يمكن برضو المرض ده مايكروسكوبيك بيكتر بتاعته is very very classical. Very classical من ناحية ايه؟ انت لو اخدت اي حتة في اللنج هتلاقي classically انت you are dealing with four zones. بصوا كده معايا لانها دي الحقيقة برضو اللي بيكتبها في الامتحان لازم يكتبها بهذا الشكل وإلا يبقى معناها انه is not aware بالديزيز. هو المرض ده اسمه برونكو نيمونيا. فاول حاجة نلاقي عندنا التهاب في البرونكاي انفلاماتور سيلز النيوتروفيلز ماكروفيجز وممكن تقع على اليومن الى اخره. ده البرونكو ممتدة للالفيلاي فنفس الالتهاب ده في الالفيلاي نيوتروفيلز ماكروفيجز. والالفيلاي دي لما تستند بالانفلاميشن تكبر قوي فتضغط على الالفيلاي اللي جنبيها فتعمل كولابس. لغاية دلوقتي انا عندي زون برونكاي وثلاثة الفيلاي. البرونكاي انفلاميشن الالفيلاي بقى اول زون بعد البرونكاي الفيلاي انفلين ادي برونكو نيمونيا. دول متضخمين ضغطوا على الالفيلاي حصل لهم كولابس. لو حد بص كده على الرئة دي لاقي انه الحتة الملتهبة دي واللي جنبيها الكولابس دول are out of function مبيشتغلوش. معنى ذلك ان الهواء اللي داخل الرئة واقع عبه كله على بقية الالفيلاي عشان كده بقية الالفيلاي تقوم ايه compensatory distant. ولذلك هو كلاسيكال الرئة تاخد zonation inflamed bronchi inflamed alveoli collapsed alveoli dilated alveoli. اذا مقلتهاش بالمنظر ده يبقى you understand that. ادي بالنسبة للميكروسكوبيك بيكتر بتاعت البرونكونيمونيا. and finally what are the possible complications. يمكن الكومبليكيشنز لو انت عايز تحفظهم زي اسمك هذه الكومبليكيشنز حطها وانت بتذاكر جنب مشاكل اللوبر نيمونيا. اللوبر نيمونيا كان لها خمس مشاكل نفس الخمس مشاكل هم هنا بس هنزود واحدة سادسة. زي ما اللوبر نيمونيا بيحصل فيها direct spread of infection و blood spread of infection و severe toxin و fibrosis واحيانا البكتيريا تعمل abscess في الرئة ده سين. يبقى الخمس مشاكل دول هم بيتحطوا بتوع اللوبر نيمونيا والبرونكو نيمونيا. السادسة دي تتحط مع البرونكو نيمونيا ولا توضع مع النيمونيا اللي يعرفها يبقى شاطر حيوان نفع والحصة برونكيك تلطفق. ان الالتهاب الفظيع ده ممكن يend in dilatation of these bronchi اللي احنا بنسميه برونكيك. فاضل حتة موصلي للأورال وليس للتحريري بعدها. يس علشان الالفيلاي دي لما فيها انفلاميشن بتفضل نفس الحجم ولا بتستند فبتضغط على مين على جنبها. دي ده اسمه فريشر كولكس. اخر انواع النيمونيا على الاطلاق بس قبل ما ارسمه عايزكم تفتكروا معايا حاجه انه النيمونيا الكلاسيكال اللي احنا خدناها النهارده سواء اللوبر او السيبتيك برونكو نيمونيا بيبقى التهاب في الالفيلاي داخل الالفيلاي. وده عشان افرقهم من النوع الاخراني من الالتهابات الرئوية عشان لو جالك سؤال في الامتحان زي ما احنا بنعمل كده سؤال كبير يب عن النيمونياز كلها مثلا نسينا عملناها سؤال عن النيمونيا بعشرين نمرة تتكلم عن الثلاث انواع اللوبر والسيبتك قال لك discuss types etiology pathology and complications of pneumonia. ده كان سؤال كان زمان بيعملوا احيانا من الاربع سيرة واحد سؤال كبير خلاص يجي لك سؤال على موضوع في الشهر. اوكي اخر الانواع ده الحقيقه هو الليست امبورتنت مش هياخد اكتر من 3 دقايق لانه نوع بري رير اسمه انتر سبيشال نيمونيا. وهو النوع الوحيد من النيمونيا اللي فيه حاجه غريبه جدا الالتهاب از نوت انسايد ذا البلاي بات اوتسايد. ومن هنا سموه انتر سبيشال نيمونيا. وفي الايتيولوجي ناخد 2 3 من اللي مكتوبين لكن الاولاني ده must be known by heart viral. اذا جالك فيروس في الرئه فالالتهاب is interstitial and not intraalveolar. تفسير مش واضح قوي. والنوع الثاني ده اسمه مايكوبلازما ده نوع من البكتيريا او نوع من الاورجانيزم. والنوع الثالث والاخير والباقي مش عايزه حد منكم فاكر ان نيوموسيستس كارنيايتيس سمعناها فين قبل كده بالايد بالضبط ده بروتوزوال انفكشن. الباثولوجي بتاع الانترستيشيال نيمونيا يمكن دول هنختصرهم شوية. عايزكم تعرفوا انه الارلي فيز بتاع المرض ده العيان بيجي لنا عنده حاجة اسمها داد اللي هي اختصار ديفيوز
الفيولار دامج من غير تفاصيل. كل الالفيولاي الول بتاعهم از ديفيوزلي دامجد، والول بتاعهم من بره في انفلاميشن، بس كده. بقيه التفاصيل مش عايز، انا عايز ان يعني هي بمجرد كلمه دال وتعرف انها ديفيوز الفيولار دامج اند انترستيشن انفلاميشن. ليتر اون، وهي دي اللي عايزكم تاخدوا بالكم منها، مهمه جدا، انه لما في دامج جامد في الالفيولاي من بره في الول بتاعتهم، كل ده بيهيل باي فايبروز. وانتوا عارفين ان الفايبروس تيشو ده از ريتراكتايل، بيشد. فات ذا فاينل ستيج اوف ذا ديز تلاقي الالفيولار سبيس كلهم اتسع وبقى عاملين زي سيست صغيره كده، مايكرو سيست. ولو انت شفت الرئه دي جروسلي، كل الالفيولاي وسعت جدا، فالالفيولاي لما تتسع تبان جروسلي كده زي سيستات صغيره، فيقولوا عليها هانيكوم ابييرنس، اللي هو زي ايه؟ عش النحل. طبعا الحته الفيرمال ستيج دي اوف انترستيشال فايبروز اند هانيكوم ابييرنس، دي معناها ان العيان بيستقبل الموت. يعني المرض ده از فيري سيريس، بيستقبل الموت. دي اولا انا هقول الكام كومبليكيشن، معلش اسمحوا لي هزود واحده على عشان دي هتخليني اشرح لكم صفحه حلها بعد كده. حاجه اسمها ARDS. حد يعرف ARDS دي اختصار ايه؟ Adult او Acquired Respiratory Distress Syndrome. بصوا كده معايا، هي وظيفه اللنج الطبيعيه حاجتين، انها او حاجه اساسيه Exchange of Gases. مين اللي بيعمل Exchange of Gases؟ الالبلر وول مع الانتر البلر كابيلاريز. المرض هنا بوظ الالبلر وول والانتر البلر سبيس، عشان كده عندهم كلهم بيخشوا في Respiratory Failure and Death. ده اللي بيسموه Adult أو Acute Respiratory أو Acquired Respiratory Distress Syndrome. فدي مهمة جدا، عشان كده زودوها، لأن أنا كان عندي موضوع بالكامل اسمه Respiratory Distress Syndrome، هنخلص منه في الحتة دي كده. نمرة اتنين، أحيانا شوية بكتيريا تخش تعمل Secondary Infection. تلاتة، ممكن الإنفكشن من دول يسبريد لبرة. For example virus ممكن يوصل للبرين، spread of the infection. For example للبرين. وفي عندكم نقطة رابعة اللي هي الأكيوت نيكروزايزنج فايرال نيمونيا، دي مش مهمة. دول كفاية كده على الانترستيشال نيمونيا. هي نادرة ما تتسأل وحدها في الامتحان، ولكن فيها كذا حاجة للأورال، وقد تسأل نادرة في التحليل في جزء السؤال زي الهارد نيمونيا. أوكي، وشانكم 5 minutes rest and we'll be back. أو بمعنى أصح موضوع وحتة تانية صغيرة في موضوع تاني. الموضوع اللي جاي دلوقتي كونج ابسس، يمكن في حصة النهاردة في منطقة النهاردة 70-80% من أسئلة الامتحان بتيجي من حصة النهاردة، و 10% من حصة المرة اللي فاتت، و 10% من حصة المرة الجاية. حصة النهاردة من أسئلة يعني فايراتك، فمعظم أسئلة الرسائل في حصة النهاردة استكمالا احنا اوريدي برونكيكسس ونيز، آخر انفكشن مهم اللنج ابسس، ده درجة يعني زي النيمونيا بالظبط يعني. ويمكن دول اكثر كتير سالوا في تاريخ الريسبيراتوري الاسم. اللونج ابسس فيه منه اربع انواع. النوع الاولاني اسمه انهاليشن اسبيريشن لونج ابسس، وهناك ثلاث انواع هي بعد كده بس باينين. نوع اسمه بوستيك ابسس، نوع اسمه فايميكس، والنوع التحريق قوي بقى هو الابسس كله يساعد في الاول. نوع شهور جدا اسمه انهاليشن او اسبيريشن لونج ابسس، الفيزيولوجي الباثولوجي كومبليكيشن. برضو نرسم لبره اللنج مع البرونك بريك ان اللارج كولاجينس برونكاي ان الميز ماسك، بعد كده في سمول الاثيم كده بس مجرد. واسبيريشن او انهاليشن، كلمه اسبيريشن يعني حاجه تنزل ابر ريسبيرتوري لنج، ما اعرفش بقى يعني ايه اسبيريشن لنج ابس. كل افرض انا كنت مش بقول لكم ان ايه الاي بي سي بتاعها، ان ما سيبش اي معاء بيخش الضم دي، وان انا لازم تبقى فيري كلين. الدكتور بيعمل عمليه فز 100 بلاد كلوت
سابه اللي هو بيفوق البنج صار له اسبايريشن الكلوك بقى فايريتد طبعا من حته الكلوك ده بيضيع في البكتيريا الكلوك واخد بقى البكتيريا من فوق ونازل سبتك نازل طبيعته بلوت بكتيريته من راح نازل في لك البرونكس دي كده يبقى هو اسبايريشن البكتيريا من فوق زي ذاب الكلوك تحت هنا يبقى ساعتها انه نقدر نقول طبيب القدم وشيك بالرحم جدا في مسؤوليه الابحث عند المريض في حاجه ودي كلكم عارفينها لو حد يعمل عمليه جراحيه بنقول له كل ولا بلاين واي انه اثناء كل الريفلكس الاسبريس لكن مع الواحد كل الريفلكسز بتبقى هايلي ليه اكزاجريت فمن ضمن الريفلكس طول العمليه فهي عايز يرجع لو بطنه فاضيه نو بروبلم لكن لو بطنه اكل البومت دي هو لسه ما هوش فايق جدا روح عامله كده نازله على واخده بكتيريا فايريشن اوف بومت بسبب ان احنا كل دكتور التخدير دونت يور بيشنت انتيل تقيم لكن هو ثاني ده واحد متخيل بيلعب ببليا خلاص مش عارف ها طب واحد واخده ميوكاس متكونه دول لما يدوه هنا في الحته دي تعمل شغل انفكشن برونكيتس او ابستراك ابسس الابسس ات از يوزوالي سنجل على واحد اولويز ات تو ابرونكس ده عشان افرقه من ابسس ثاني اوز مالتيبل اند اولويز بلاد فيسز ده اسمه ايه طيب خدام زمان في الجنرال بتوع سيبتيك امبولاس يبقى ده سنجل ولازق برونكس الفايب مالتيبل ولا بس الابسس ده طبعا عبرين جاي فلوريز التهاب هنا والدريننج موز عن طريق ولو الابسس كان صغير ايه البروز لو كان كيل الفايبروز يا دوبك يساوند كده ما يقدرش يهيه كله ويقلب لك ايه بقى الباسيبل الابسس كده اولا الكمبليكيشنز دي كلها بقى لوحدها احيانا يعني كله كومبليكيشنز بقى اولا اول مشكله هي الرب وده بيعمل مصيبه الثانيه نقلب بجاي وده لانه موجود في وسط الضغط الكتابة ده انفكشن ممكن يحصل منه ضاير بيز للبريكارد والميدياتينم والبرو او قدس لأي حتة وبالزين برين لأن فيه اكتموزز مع البرتبرا حاول الخمسة لما يقلك زي هي بتيز يعمل اميلودوز والحد تدي لك نمر تقال هي الرب والجاي فلازم تقول فيها كلمتين اب فالابسس ينفجر يبقى معناها نجيب معناها هي مط ينفجر ممكن ينفجر على البرو ينفجر على الساك يعني انا في بتقول بقول كده بقى الابسس منفذ عنكس ومنفذ الفلورا يسموها كوفلورال مره اهو الحاله الاولى بتاعته على البتحه الثانيه بتاعته على الفلورال ساك يبقى الرابتشر على النزي برونكو فيستولا وساعتها يبقى اللي بيجي كده من التنفس يخش على الابس ومنه على الفيستولا الى الفلورا وصديد يطلع الفلورا فعشان كده يسميه بايو صديد نيومو ثوركس دي الحديد اللي في الرابتشر اللازم الجل مهم جدا انك تعرف ان ده لا يتغرق يحترفكشن يعمل سيفير توكسيميا ويعمل سيفيستر ادي النقطه الثانيه ادي بالنسبه للابسس نسميه اسبيريشن انهيليشن كابسس البونيمونيك ده اللي اول على نيمونيا ويقلب البايميك ده لو واحد سيبتك امبولاي زي ما خدمات في الجنرال هذا الطيب تعرف لك انواع منه برونكيكس دي يعمل ابسس حد يفتكر ان في الجنرال اكتاينو كوز كاركترايز باي مالتيبل ابس ديس اند سالفر كوز انواع سيرفايكال ابدومينال اند يبقى اكتاينو كوز تمام من الجنرال وناخد لنا واحد كمان مثلا زي مثلا الناس اللي عندهم هاي ديت بارا دي بتحصل يا فيبر يا حصل لها سكن فيكشن تقلق كل دي اذرز كفايه لهم كده يبقى ده خلص الابس واخر حاجه في حاله عرضه مجرد سيرجي اسمه الامفيزيما والكرونكايتس واحنا عارف بصراحه البلانز دي كلها هتيجي حياه الذكاء بعد كده فازينها دلوقتي كده مش عايز كيف حصه النهارده واخر حاجه في النهارده ده لا يكفي المره الجايه هيشكل المناطق العاليه هنا بعد كده عندنا مناطق مهمك انها من دول ال هي الفيزيك اللي انا بقى هتعرف على ريم دي اول حته ظاهره على الاثيوب كانت كلها المره دي الحروف الانفيزيما النقطه الحته دي مالها تحريري ايضا يمكن رساله السنه اللي فاتت نعرف الانفيزيما افكركم كده بالبرونكيال تري مره دي هي عباره عن لارج كارتلاج دلوقتي عايز اسال هو ميديم سايز دول يقعدوا يتفرعوا وتفرعات ميديا دول هم اخر لحظه ده اسمه ايه تيرمينال برونكي كده هاخد تيرمينال برونكي دول اكبها كده تيرمينال برونكي ده خلاص ده اخر الميديم سايز ماجس بيظهر اسمها ده سمول بلاستيك بارت اوف ذا تريفيا طالع الى حته حاجه اسمها ريسبيراتوري فيولز ده تيرمينال فيولز ريسبيراتوري برونكي كده كل الريسبيراتوري فيولز بيخش حاجات صغيره اسمها داكس كده الواحد منهم يا دقيقه كده كل البلر ده فيه سيس اسمه البلر سيل اللي انت بتسموها البلاي نقدر على طول حاجه اسمها البلاي يعني كده اوكي تيرمينال برونكيول اللي هو ده وما بعد اخضر مو ده ريسبيرات لاسينس
بعض الكل كل الثلاثه اسيانيين بيقفلوا بيقولوا بقى سلاخيه انا بيقول مش مهم المهم ده منظر انا الرئه اشكر تلاقي ناس سايز مصر اسئله الانتباه بقى يا عمر كده تيرمينال بيرزي اوفر تنش بتاع حوالي اوفر سبيسز ذا سبيسز ديستال تو تيرمينال برونكيو بصوا بقى معايا لسه بقيت التعريف معايا انا بقول ان هي عباره عن